بسم الله الرحمن الرحيم. الفشار طبعا تسلية وأكلة في نفس الوقت، أكلة كده حاجة جميلة، وتقريبا بدون مبالغة الكل بيحب ياكل فشار، يمكن يعني كمان الكبار قبل الصغيرين، وبيخطفوه كمان إيه من الأطفال يعني. الفشار على فكرة معروف على وجه الكرة الأرضية يمكن من 3600 سنة قبل الميلاد، وكل الناس تقريبا في الأزمنة دي ومن ساعتها لحد دلوقتي بياكلوا فشار. الفشار زي ما قلنا تسلية، وكمان بينفع وجبة سريعة بين الوجبات الرئيسية، يعني ما يكون واحد جعان مستني الأكل ما عندوش وقت ياكل، يعني إلى آخر إيه الأمثلة دي يعني. طبعا المرة دي مش هنقول بقى إن كل 100 جرام فيهم إيه، بسبب إن الفشار خفيف قوي، إنما هنقول كل كوباية كبيرة مليانة فشار بيبقى فيها حوالي 65 سعر حراري بس، و5 جرام نشويات، و5 جرام من الدهون، و1 جرام الياف، و1 جرام من البروتينات، ده بالاضافه بقى الى ايه فيتامين ب مركب ومغنيسيوم ومنجنيز وحديد، وكميه مش عاديه من مضادات الاكسده اللي تقريبا ما فيش زيها. الكلام ده طبعا بالنسبه للفشار العادي، اما بقى اللي هيحط عليه زبده، جبنه يعني تقيله، اضافات تانيه، يعني هتبقى المساله هتخش في ارقام غير دي، وكمان مش هيبقى الفشار بنفس القيمه الصحيه. انما مثلا لو حد خد كوبايتين ثلاثه من الفشار العادي اللي بنقول عليه مفيش اي مشكله، اهلا وسهلا وبالهوا والهنا والشفا كمان. وبسبب ان الفشار بيتعمل اساسا من الذره، اذا كل مكونات الفشار اللي قلنا عليها بسبب الذره دي، وبالتالي كل فوائد الفشار هتبقى بسبب العناصر اللي فيه، وبسبب الاساس يعني الحبه الكامله للذره، وهو بقى ده السر ايه في اللعبه كلها يعني. يعني مثلا بسبب الالياف اللي في الفشار هنلاقيه بيقلل من مستوى الكوليسترول في الدم، يعني معنى ذلك حمايه للقلب والاوعيه الدمويه. الالياف كمان بتساعد على الهضم وبتمنع الامساك، وكمان بتنظم افراز الانسولين في الدم، وبالتالي بتساعد على السيطره على مستوى السكر في الدم. وبسبب مضادات الاكسده الرهيبه في مفعولها اللي في الفشار واللي احنا قلنا عليها يعني، ويمكن من افضل مضادات الاكسده اللي اي حد ممكن يحطها في جسمه، ودي بقى فضلها على الصحه يعني لا يتعد ولا يتحصر يعني. يعني بتحارب علامات الشيخوخه المبكره، بتحسن النظر والرؤيه، وبتحمي من فقدان النظر خاصه مع كبار السن وضعف العضلات وسقوط الشعر. يعني من الاخر صراحه عشان ما نطولش على حضراتكم، هي حمايه للبني ادم كله كده، كله على بعضه من شعر راسه لصوابع رجليه. وبعدين من ناحيه تانية بسبب السعرات الحراريه القليله اللي في الفشار، ووجود الالياف كمان اللي بنقول عليها ديت، هيخلي الواحد يشعر بالشبع، وده كمان ممكن يساعد في عمليه التخسيس. برضو احنا قلنا الفشار فيه املاح معدنيه، يبقى بالذات في الحاله ديت هنلاقيه بيدي عظم قوي، بيدعم العظم، بيدي كثافه في نفس الوقت، وبالتالي بيحمي من هشاشه العظام والام وتاكل المفاصل. يعني بالنسبه للاطفال ممتاز، بالنسبه للكبار ممتاز جدا. برضو الفشار فيه حديد، وده مهم للي عنده انيميا او حتى اللي ما عندوش، لان الكل محتاج الحديد علشان تصنيع كرات الدم الحمراء والهيموجلوبين. زي ما قلنا مريض السكر اللي بياكل ويشرب كل حاجه بحساب، الله يكون في عونه طبعا، في الحاله دي ياكل فشار، ولو يوميا ما فيش اي مشاكل، علشان زي ما قلنا قبل كده انه بيظبط مستوى السكر في الدم، لانه بيزود من افراز الانسولين الطبيعي. يعني من الاخر كده الفشار ناكله ونتمتع بيه وبطعمه، سواء كوجبه رئيسيه او وجبه سريعه بين الوجبات، او حتى احنا بقى بنتفرج على التلفزيون او سهرانين مع احبابنا واصحابنا، كله ماشي. انما برضو كالعاده لازم نقول ان الاعتدال مطلوب حتى مع اي حاجه مليانه فوائد وفيها كل الصحه والعافيه، برضو الاعتدال المطلوب ده من ناحيه. من ناحيه تانية برضو يا ريت نعمل فشار في البيت، علشان مش لازم نشتريه جاهز، علشان برضو تبقى الفايده ما فيهاش اي شك ان شاء الله. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.